السلام عليكم متابعينا، صلواتكم بكل خير وعافية. لم تغطيتنا عن هيونداي توسان 2019. سعر السيارة 76,000 ريال سعودي، غير شامل الضريبة وغير شامل التأمين واللوحات. والفئة المعنى لليوم هي النصف فتحة سقف بانوراما. واجد السيارة وأبرز المواصفات، بداية من الشبك أمامي عريض محاط بالكروم. الإنارة بيكون الواطي على عدسات، والعالي شمعات كلها هالوجين أصفر. بيكون عندنا ليد يشتغل مع السكن، والليد النهاري بيكون مشترك مع كشافات الضباب الأمامية. من الجنب أبرز مواصفات السيارة، بداية بفول تنك السيارة 60-62 لتر، صرفية السيارة 14.2 كيلو بلتر بنزين واحد، نوع البنزين 91. بيكون عندنا حماية باللون الأسود أسفل السيارة. مقابض الأبواب بلون السيارة، والمراية بتكون بلون السيارة وعليها غمازات. أيضا بيكون عندنا حناية أو مقابض عفش أعلى سقف السيارة. بالنسبة للمقاسات، الجنوط أو الكفرات بتكون 225x50R17، الجنط اللي يجي على النص فل. من الخلف بداية بالجناح موجود على السيارة مشترك أو مزدوج مع إنارة حزيرية عند الوقوف. الإنارة الخلفية بتكون توهجية عادية، بيكون عندنا كشاف ضباب مشترك مع الإنارة الخلفية. عندنا كاميرا خلفية وأربع حساسات وعواكس اثنين من الخلف. بالنسبة لفتح الشنطة بيكون يدوي. مخرج باور في الداخل هنا موجود. وعندنا إنارة خلفية للصندوق الخلفي. طبعا الصندوق ما شاء الله مساحته جميلة واسعة. إذا طويت الصف الثاني بتكون معك مساحة مسطحة بالكامل في السيارة. طبعا التكفيل أكيد يدوي. محرك السيارة محرك رباعي الاسطوانات، حجم 2 لتر او 2000 سي سي، بتغنية الـ MPI الحقل متعدد النقاط، يولد 155 حصان وعزم دوران 192 نيوتن، متصل مع جير تبترونيك 6 سرعات. توسان 2019 من الصف الثاني. الكرسي الامامي راجع لاخر شيء، في مساحة 3 اصابع بين الركبة والكرسي الامامي، طوله 178 سنت. بيكون معك زجاج كهربائي في الخلف، بيكون عندك فتحات تكييف خلفية، ومخرج باور تحت هنا واحد، مخرج USB شحن سريع. يكون عندك مسند وسطي، حاملات أكواب، وزي ما شايفين معنا فتحة سقف بانوراما وإضاءة LED في المنطقة الخلفية. مقصورة القيادة في توسان 2019، بداية هنا عندنا تحكم بالزجاج. طبعا الزجاج الأمامي فل أوتو، الزجاج الخلفي بيكون كهربائي فقط، سنتر لوك، تأمين زجاج، التحكم بالمرايات كهربائي، بيكون عندنا طي تلقائي للمرايات. على اليسار بيكون عندنا أول زر وهو التحكم بمستوى الإنارة الأمامية، ثاني زر وهو التحكم بمستوى إنارة العدادات أو الإنارة الداخلية. طبعا هنا فاضي ما عندنا شيء، ولكن آخر زر بيكون هو زر التراكشن، تفصل التراكشن أو توصل التراكشن. طبعا الإنارة يتوفر في وضعية الأوتو، والدريكسون بيكون حلزوني. على اليمين بيكون عندنا التحكم بالمساحات، بس ما بيكون فيها وضعية الأوتو. بالنسبة للدريكسون على اليمين بيكون عندك التحكم بمثبت السرعة، وعندك زر للغائمة لغائمة المعلومات. من هنا بتدخل تتنقل في الإمكانيات الموجودة في العدادات وعرض المعلومات المتاحة في السيارة. أما على اليسار بيكون عندنا التحكم بالميديا والبلوتوث، رد الاتصال وفصل الاتصال. فوق بيكون عندنا جيب نظارة، وعندنا التحكم بفتحة السقف، وعندك التحكم بالإنارة مع الأبواب أو تشغل أو تطفي الإنارة. طبعا الإنارة زي ما شايفين أمامية LED في السيارة. بالنسبة للشاشة الوسطية أو النظام الترفيهي، بتكون شاشة عرض معلومات فقط لا غير، بتعرض لك الراديو والموجات والوسائط والميديا وغيره. فتحتها كيف زي ما شايفين عليها كروم، وفي شيء أشبه بالكاربوفايبر على الطبلون. بالنسبة للمكيف، مكيف بسيط مناخ واحد منطقة واحدة، بيكون في أزرار إلكترونية فيه، مكيف بسيط ومعروف. وهنا عندنا زر الفلاشر في السيارة. بدنا نحرك الجير عشان توضح المنطقة. بيكون عندنا مخرجين طاقة هنا، وعندنا اكزيلري كيبل ويو اس بي. طبعا ده تبع الشحن اللاسلكي. هنا عندنا شحن لاسلكي، مجرد ما تحط جوالك بيشبك معك شحن لاسلكي. دقيقه نحطه زين. الان شبك شحن، الان قاعد يشحن الجوال. عندنا الدرايف مود، وعندنا الهيلد سس كنترول او النزول الامن من التلال. طبعا تقدر تاخذ وضعيه تبترونيك. طبعا الدرج هنا موجود، وان كان صغير ولكن بشكل مرتب وعليه تطريز. عندك حاملات اكواب هنا وطفاية للمدخنين، والدرج اللي هنا بيكون عليه تبريد، فبيكون مريح
في السفر لو كان معك علاجات ما تتحمل الحرارة أو معك مشروبات كلها بتوفر لك برودة داخل منطقة التخزين. طبعا المقاعد مخمل والتحكم فيها يدوي ما 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 بيكون كهربائي. بالنسبة للشماسيات تكون عليها إنارة عند السائق وعند الراكب أيضا بتكون متوفر مع إنارة. بخصوص أنظمة السلام والأمان الموجودة في السيارة بيكون عندنا حساسات خلفية، كاميرا خلفية، كشافات ضباب خلفية أمامية، بيكون عندنا أيضا إرباقات أمامية، وفي ميزة لو ملاحظين في دائرة سوداء على طرف الطبلون دي إذا كنت شايل معك طفلك في الأمام فتقدر تكفل الإرباق في حال حصل أي شيء ما يطلع الإرباق يضرب الكرسي حق الأطفال. بالإضافة لعندك مانع انزلاق، مانع انغلاق، توزيع إلكتروني للفرامل، تماسك إلكتروني للفرامل، يعتبر كل أنظمة السلام والأمان الموجودة داخل السيارة. افتح السيارة، قفل، فتح، والشنطة. تغطيتنا اليوم كانت من داخل معرض رمز الصدارة. لوكيشن المعرض، رقم التواصل مع المعرض راح تكون موجودة في خانة الوصف. حساباتنا في موقع التواصل الاجتماعي أيضا راح تكون موجودة في خانة الوصف. ختاما أقول لكم في أمان الله.